شدد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي على أن الحكومة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، كذلك التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئة الأكثر احتياجا. وأكد في تصريحات له أن مخزون السلع الاستراتيجية كاف لفترات جيدة، مشيرا إلى أن السلع عيد الأضحى من لحوم وأسماك متوفرة بأسعار تناسب ميزانية الأسرة المصرية بكل طبقاتها.